نروح لزمايلنا كريم احمد ومحمد توفيق من فندق الاقامه ومن محيط الاستاد. مساء الخير يا محمد، مساء الخير يا كريم. نبدا بكريم، مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك كابتننا الكابتن ايمن شوقي، جزيل الشكر ليك وكل التحيه والتقدير لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. ايه الاخبار عندك؟ طمني. يعني طبعا في البدايه كابتن ايمن اكيد بنتقدم بخالص العزاء لاسره لعبنا طبعا مروان عطيه. الحقيقه يعني بتبقى صعبه شويه، يمكن انت ذكرت هذا الامر، بتبقى صعبه شويه على اللاعب في مباراه بقيمه وبحجم ايضا كمان هذه المباراه، لكن ان شاء الله باذن الله تكون اخر الاحزان. يمكن مروان غادر صباح اليوم في ساعه مبكره جدا من صباح اليوم، توجه طبعا لان اكيد امر بيكون صعب جدا. والله والله يا كريم بالنسبه يعني هو مش صعبه بالنسبه لمروان بس، احنا في الاهلي اسره واحده. يعني انا اعتقد كمان ان اللعيبه اتاثروا طبعا باللي حصل لمروان عطيه في وفاه والده. بالتاكيد طبعا يا كابتن ايمن، يعني يمكن لسه كنت اكمل لك اللعيبه الحقيقه، يعني لان مروان واحد من اللعيبه الممتازه والسلوكيه الحقيقه ممتاز جدا، يعني واحد من اللعيبه المحترم، نقدر نقول لعيب محترم جدا، اللعيبه كلها بتحبه، عشان كده في حاله من التاثر. كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سامي ومصان الحقيقه يمكن قابلناهم، يعني حاله يا رب ان شاء الله ما تتكررش، لكن يمكن دي هي الحقيقه الواحده، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله تكون اخر الاحزان بالنسبه لمروان. لو بندخل بقى في مباراه اليوم، يمكن نقدر نقول النهارده مباراه اليوم بين البطل التاريخي للدوري المصري النادي الاهلي امام نادي الزمالك في الجوله ال 126 او البطوله، او يمكن المباراه 126 في الجوله المؤجله 31 من بطوله الدوري العام. ان شاء الله باذن الله يكون يوم نصر ويوم سعاده على كل جمهور النادي الاهلي. زي ما احنا عارفين يا كابتن ايمن، يمكن الدوري اتحسم، لكن انت الفرحه بتكون النهارده بالنسبه لجمهورنا وبالنسبه لاعضاء النادي الاهلي، بالنسبه لكل عائله النادي الاهلي، لان مباراه مهمه جدا بقيمتها الكبيره وقيمتها الجماهيريه. لعيبه النادي الاهلي الحقيقه يعني ما احتفلتش، وده امر مهم جدا. الاحتفال ان شاء الله باذن الله يكون عقب هذه المباراه. شفنا في التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي مدى الجديه الكبيره ومدى التركيز الكبير ومدى التحضير الحقيقه من الجهاز الفني. كابتن محمود الخطيب كعادته بقيمته الكبيره جدا تواجد في احد التدريبات الاخيره لفريق النادي الاهلي، رسالته بتكون مهمه جدا، لان انت عارف يا كابتن ايمن المباراه لها حسابات عند الجميع وليس عند لاعبي النادي الاهلي فقط، الكل منتظر هذه المباراه، ديربي كبير، مباراه كبيره جدا، فان شاء الله باذن الله كل الظروف تكون معانا. خبرين مهمين جدا طبعا في البدايه حابين ناكد عليهم، هي مشاركه اليو ديانج بمشيئه الله ان شاء الله في صفوف فريق النادي الاهلي، ويكون ان شاء الله باذن الله متواجد في التشكيل الاساسي. جهد كبير جدا بذل من مجلس اداره النادي الاهلي لاداره كره القدم عشان الامر يكون في حلول وحلول سريعه. الخطاب وصل للنادي الاهلي، ويمكن بناكد هذا الامر ان شاء الله باذن الله، اليو ديانج يكون واحد من العلامات المميزه جدا في المباريات الكبرى زي ما عودنا ان شاء الله باذن الله. ايضا كمان الجاهزيه التامه لكل لاعبي النادي الاهلي، ده امر مهم جدا شفناه في التدريبات. يمكن سالت هل ممكن حد هيلحق بمعسكر فريق النادي الاهلي؟ خلاص مروان يمكن اتاكدنا من هذا الامر ان هو يكون متواجد طبعا مع اسرته. يمكن اتاكد لي ان المجموعه المتواجده معانا هتكون زي ما هي، مش هنتكلم على القائمه، لان يمكن الراجل بيحاول ان هو بشكل كبير جدا في هذه المباريات الكبرى يكون عنده من الحرص ان هو ما يعلنش بشكل كبير جدا الادوات المتواجده معاه او الافراد المتواجده معاه، لكن ان شاء الله باذن الله التشكيل يكون موفق جدا، في التغييرات تكون موفقه جدا ان شاء الله. دور الجمهور مهم جدا يا كابتن ايمن، يا رب ان شاء الله باذن الله مع المحاضره الفنيه الاخيره هنا هتكون الساعه 6 مساء، يكون الرتوش الاخيره والتحفيزات المعروفه الحقيقه من مستر كولر. هيتوجه بفريق النادي الاهلي بالكامل الى استاد القاهره في تمام الساعه 6:30 كالعاده طبعا قبل المباراه بساعه ونصف. ان شاء الله يكون يوم عظيم النهارده كابتن ايمن على كل جمهورنا العظيم، ونبارك لبعض مشيئه الله بعد هذه المباراه باذن الله. وشكرا جزيلا الزميل العزيز كريم.